السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سننقل لكم في هذا الفيديو تجربة ببجي موبايل على الآيفون 13 ميني، أصغر جهاز من سلسلة الآيفون 13. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك، إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. للتذكير أصدقائي، الشاشة هنا صغيرة جدا، تأتينا بحجم 5.4 إنش، لكن مع هذا تجربة الأداء هنا غاية في الروعة. اللمس، التحكم في الضربات، التحكم في كل شيء كان على ما يرام، يعني لن تحس أنك تستعمل جهاز صغير أو هناك أي اختلاف مع هذه الشاشة الصغيرة. تجربة الألعاب هنا غاية في الروعة، كذلك الأداء، أداء الجهاز كان مميز للغاية، يعني يعطيك أفضل الإعدادات في هذه اللعبة بفضل المعالج القوي جدا الذي تضعه أبل A15 بايونيك، الذي يعطيك أفضل تجربة أداء على الإطلاق، لن تواجه معه أي مشكلة مع كل الألعاب الثقيلة، يعني ليس ببجي فقط، كول أوف دوتي وغيرها، كل الألعاب هنا تأتيك سلسة للغاية، يعني تجربة الأداء ستكون على أعلى طراز. إلى هنا أصدقائي أترك لكم مجال التعليق، اكتبوا لي آراءكم تحت في التعليقات. في ختام الفيديو أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء وشكرا.